ما حكم العربون الذي يتعامل به الناس؟ هل هو جائز ام لا؟ العربون في خلاف، ولكن الصواب انه جائز. اذا اعطاه شيء من المال، ترى من السلعه مال معلوم، واعطاه شيء من الثمن، قال هذا عربون، ان اخذت السلعه فهو جزء من الثمن، وان لم اخذها فهو لك، عن صبره وعن تحيره ينتظره. هذا لا باس به. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وعن بعض السلف، والارجح جوازه. ذهب بعضها الى ان لا يجوز، ولكن ارجح جوازه، لانه معامله واضحه ليس فيها غرض ولا ربا وليس فيها خداع، بل واضحه ومصلحتها ظاهره، فانه انما ينتظره بسبب هذا. ولولا هذا لم ينتظر ولم يفوت الزبون، بل بادر بالبيع. فاذا انتظره اليوم واليومين او نحو ذلك، فان هذا قد يضره وتفوته الزبائن، فيكون هذا فيه جبر له. هذا العربون فيه جبر لما قد يقع له من نقص بسبب فوات الزبائن.